خان بابا أو هولت باكستان كما يسميه البعض، اسمه أرباب خضر الحياة، ويناهز من العمر 24 عاما. يزيد طول خان بابا عن 6 أقدام، وقد بدأ وزن خان بالزيادة المضطردة في سن 18، حيث يبلغ حاليا 440 كيلوغراما، وهو يسعى إلى زيادة وزنه أملا في المنافسة على لقب بطل العالم في المصارعة الحرة العالمية. أتناول 10,000 سعرة حرارية يوميا، وأكل في وجبة واحدة 2 كيلوغرام من اللحم والدجاج، إضافة إلى الأرز والخبز والفواكه ولتر من الحليب، وأريد أن يبلغ وزني 500 كيلوغرام. أستطيع حمل ثقل يزن 5,000 كيلوغرام وإيقاف جرار بيد واحدة، وأزاول التمارين لثلاث ساعات يوميا. ينحدر خان من عائلة ميسورة وفرت له أسباب الراحة. خان بابا أو هولت باكستان كما يسميه البعض، اسمه أرباب خضر الحياة، ويناهز من العمر 24 عاما. يزيد طول خان بابا عن 6 أقدام، وقد بدأ وزن خان بالزيادة المضطردة في سن